السلام عليكم الاخوت، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الصحه بخير. لاول مره كيشوف هذا الفيديو هذا يشترك في القناه باش يبدا ديما يوصلو الجديد. تقريبا شطو الكورسه تاع اليوم، ما درتش الفيديو حيتاش عارف طام خروقه. شتو شنو دارو؟ قتلوا دوك الفافوري كاملين وجابوا 7 11 16 وال15، وجابوا 8 تاع وحيدو حيدو داك العشرة وجابو 15 مع 8. شتو اللورد؟ ما كاينش ديزوردر مخلص تا هو، ولا بونيس تيرسي كاع اللي مخلص بزاف، ولكن صعيبة ما غاديش يشد معاهم شي حاجة. المهم غنشوفو الكورسة ديال غدا ان شاء الله واش دير معانا شي حاجة. غدا عاود تاني الكروسة 13 بارطون، 5 الفافوري ديال غدا هما هادو، 10 و6 و12 و11 و7 و12 تروازيام فافوري، 10 بريمي فافوري، وزدناهم التواكر ولا تصيدر 9 و4 و8، وعندنا 3 ولا 13 واحد فيهم يقدر يجي هو 13. عندنا هنا 10 ولا 3، 10 ولا 3 باش نقلب 10 فافوري و3 توكار. باش نقلب عند كانانت عنده 10، 3 ما كاينش، يعني 10 غيجي في التيرسي. وشكون اللي خرج لينا في اللعب 100%؟ هو 6. 6 خرج ليا 100% في التيرسي. واخا هاد 6 راه صعيب يتزدا مع 10، ولكن غدا قلت انا الا بيجيبو فافوري غادي يجيبو 16 وغادي يجيبو شي توكار طروازيام. قلنا هنا 10 ولا 3 غادي نلعب 10، 6 قلنا 100% وغادي نزيدوها 10. اصلا 10 برومي فافوري و6 دوزيام فافوري. هنايا قلنا 6 100%، فاش غادي نلعب 6 ما غاديش نلعب 11، الا ما لعبتش 11 تتبقى ليا 10. داكشي باش قلت لكم انا، داكشي باش تزادت لي انا 10 مع 6. واخا هما كيما قلت لكم صعاب يجو بجوج، حيتاش واحد 6 واطي حط لي جوج العيودان تيجي فيهم واحد، حط لي 16 بجوج، ولكن راه بعض المرات كيجو بجوج. داكشي باش قلت انا غدا ممكن يجو هاد 16 مزديين. المهم قلنا 6 100%، باش لعب 6 ما لعبش 11 غادي نلعب 10، يعني ما لعبتش 11 يعني 16 تزادت لي. شكون اللي بيبقى لينا؟ بيبقى لينا التوكار تاع التيرسي، 4 ولا 5 ولا 9 ولا 3. هالتوكر هادو غطا ضروري، كاين واحد هنا وواحد هنا. عندنا هنايا لاباز قلنا 10 11 7 دونجير، راه غطا عاود تاني بان لي انا واحد البلان راه ممكن يقتلو عاود تاني هاد 10 وهاد 11 وهاد 12 اللي بيلعبو عباد الله، ويجيبو 6 و7 8 سويفيا. رايق حيتاش قلت لكم هاد 10 صعيب يتزا مع 6، وكيما قلت لكم الا كانوا غادي يديرو عاد تاني شي قالب في الكورسه غيجيبو 6 ويقتلو هاد الفافوري، ويجيبو 7 سانكيام فافوري، ويجيبو معاهم 8 توكار. هاهو المهم عندي لهم انا دو باز، قلت ان شاء الله وحده فيهم تقدر تصدق. قلنا هنا 10 و11 وقلنا 7 دونجير. هنا عندنا 3 ولا 9 واحد فيهم، فاش نقلب على 3 ولا 9 ملعوبين بجوجهم في 10 الاخير، ولكن عند غانانت عند 9 دوك التواكر اللي تنقلب عليهم شكون اللي كاين؟ كان لقى 13 و9، وتيبقاو ليا جوج اخرين واحد فيهم اما 5 اما 4. وكما قلت لكم الا كانوا غادي يقلبوا لا باز راه غادي يقتلوا هاد 10 وهاد 11 وهاد الشيء، ويجيبوا 6 مع 7 مع 8، وممكن 10 يجي 4 ولا 5، تقدر تجي سويفيا 6 7 8 9 10. عقلوا عليها، غدا غادي يكون غتكون دو باز ان شاء الله. تتبقى لينا هنا توكارد 2 و4، 4 عاود تاني خرج لينا في الليل. باش نقلب هاد 10 الاخير هنا 4 كاين، 2 ما عندوش، ولكن باش نقلب هنا كاينين بجوج، ها 4 وها 2.
يعني يقدر يكون هذا الربعة 11 4 ولا 5 1 فيهم. قلت انا التوكر تاع التاكسي وتسعود ولا 3 1 فيهم، الا كان غادي يجي هو تسعود ستيل اللي قلنا 100%، خرجت لينا مع 10 7 دونجير، تتبقى 4 و5 1 فيهم. وكما قلت لكم الى قتلوا الى بيقتلوا عاوتاني هاد 10 فافوري، وال11 هيجيبو 6 7 8 9، وهاد 10 يلوحوه في 5. المهم لا باز اللي خرجت لي انا في اللعب غدا ان شاء الله هي لا باز دو تيرسي. درت جوج لعب، 6 اللي تزدت لي مع 10، ودرت اكس لحت 4 و5، هما 4 و5، وزدت ليهم 9 وزدت ليهم 13. علاش زدت ليهم 9 و13؟ باش نقلب هنا 9 ولا 3 كنلقى 9، وباش نقلب على 3 ولا 13 كنلقى 13، تبقى ليا 4 و5. ولا باز التانية هي هادي 6 2 اكس 7 8 9 10. داكشي باش قلت انا الا ما جاتش هاد لاباز، دابا هاد لاباز هي اللي كلشي غادي يبازي بيها، ما عدا التواكر هما اللي صعاب. ما هادي الا جاب الله بيقتلوا هاد 10 وهاد 13 وهاد 5000 فول اللي بيقتلوا هاد الارقام الكبار وبيجيبوا الصغار كما قلت لكم 6 7، هي 6 قلنا 100%، دوز اكس درت 7 و8 و9 و10. المهم انا الخوت هادشي اللي بان ليا، ورا ما كرهتش ليكم شي حاجة كتر، حظ سعيد للجميع.